اليوم غادي يجيو عندي ضياف الفطور. المهم ماشي ضياف، زعما ضياف هما العائله. هلو جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملين بكم مزيانين ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. غادي يجيو عندي ضياف الفطور، ضروري غادي نوجدوا ليهم شي فطور اللي يكون زوين. راح البارح في العشيه خرجنا تقدينا داكشي اللي كان باقي خاصنا، باسكو بغيت ندير ان شاء الله دجاج محمر، وكان خاصني نمشي ناخذو البارح ونغسلو، وراكم عارفين ونرقدو هذا. ودابا انا غادي نمشي لخدمتي وغادي نخليكم تشوفوا اللقطات اللي صورت لكم البارح ديال فاش خرجنا تقدينا. دونك نشوفكم ان شاء الله فاش نخرج من الخدمه. عتوت. شويه الله دخلنا مشينا درنا لي كورس، كيف ما ديجا شرحت لكم غادي يجيو عندنا لا فامي غدا ان شاء الله يفطروا معنا. دونك خرجنا خدينا داكشي اللي خاص. غنعطيكم واحد النصيحه، ما عمركم ما تخرجوا تقداو في رمضان ورا الربعه ديال العشيه، باسكو فريمون كتكون الدنيا عامره، كلشي كيخرج يتقدى في نفس الوقيته وكلشي عامه، دخلنا كاو للدار. من المهم بالنسبه للتقديه، صراحه في الاول مشينا للسوق، ما صورتش لكم في السوق، ولكن السوق خدينا منه الخضره، خدينا من السوق الفلفله، خيزو، قرعه، وداكشي كامل، الخيار، خص، كل شيء كونسيرن الخضره. كانت خاصانا دونك خدينا الخضره كامله. وبالنسبه للمرجان راه ما خديتش غران شوز، خديت غير داكشي اللي كان ناقصني. اول حاجه خديت هي الفخوماج والشاركوتري، كيعجبني ندير دوك لي ميني كرواسون دهونين بالجبن ومعمرين بالفخوماج وبالشاركوتري، كيجيو زوينين. خديت الفينو باش كنصاوب البغيريرات باسكو ما بقاش عندي. خديت لي بوم دو تير حيت غادي نصاوب الدجاج محمر. صراحه ما عنديش الوقت اللي قلت نقطع زعما في البطاطا وداكشي، راه غدا غنكون خدامه وغندخل ورا الخدمه، غيخصني نوجد الفطور. دونك جو بريفير نشوف داكشي اللي غيجيني انا ساهل. لي كلاسيك ديال هاد لا مارك هادي زوينه. خدينا هاد لا بواط هادي ديال التمر باسكو قرب يسالي لينا التمر اللي عندنا. صراحه ما عنديش مع التمر بزاف، راه ديجا قلتها لكم، ما عنديش مع داك التمر اللي كيكون يكون ناشف، ولا كيعجبني غير هاد التمر هذا اللي تيكون مجهول وتيكون كبير، وكيعجبني هذاك الصغيور ديال العجوه. هاد لا مارك هادي صراحه الا لقيتوها زوينه خذوها، و اون بلوس بنين. خديت هنا دي ميني كرواسون عاديين تيربور من مرجان. واخر حاجه خديت هو هاد عصير الليمون، هذا خديت غير 1 لتر. صح هاد العصير هذا اللي تيكون ديجا معصور في مرجان فريمون زوين. هذا باغ اكزومبل اللي خدينا راه معصور اليوم نيت، وراه كيبان لكم فخي، باقي لي شي حوايج اخرين بساط غادي ندوز ناخذهم غدا ان شاء الله. وخلاص راه خدينا دجاج راه كاين تما، غادي ندوز نيت نغسلو دابا. فوالا جو بونس هادشي اللي كاين. دونك غادي نمشي دابا نبدل عليا، نحيد هاد الجليبه ديالي باش ما توسخش ليا، نمشي نلبس شي حاجه كونفورتابل وزعما ديال الكوزينه، وغادي نجي نرقد داك الدجاج في الحامض وداكشي. كيف ما كتشوفوا هنا دزت ديريكتومون كنغسل الدجاج ديالي. اول حاجه كندير هو انني كنحيد منه داك الوسخ وداكشي اللي تيكون فيه، حاولت نقيه كامل. من بعد كنديرو في هاد البانيو وكنخوي عليه العصير ديال الحامض والخل. هنا غتشوفوني خدمت بداك العصير الحامض اللي كيكون في لومبالاج، صراحه غير حيتاش ما كانش فيه انني نعصر بزاف ديال الحامض، مي كيف ما شفتوا راه خدمت حتى بالحامض فخي. كندير عليه الملحه بيكربونات دو سود، وكنحاول نبقى نحك الدجاج ديالي مزيان بديك الملحه. تخيلوا بحال كديروا للدجاج شي غوماج ولا شي، صافي كنخليه مرقد في داكشي واحد شويه، وبالا سويت كنشلو من داكشي كامل وكنخليه يتسقطر. اون فوا كيتسقطر مزيان كنديرو في ان بول وكنماريني. ندير معلقه السكنجبير، معلقه الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال البزار، الملحه على حسب الذوق، راس معلقه ديال القرفه، شويه ديال الهريسه، كنحك شي 4 طريسات ديال الثومه، القزبر والمعدنوس، اللب ديال الحامض مصير كنقطعو طريفات وكنديرو، وبيان سور الزعفران شعره اللي ترقدو في كاس ديال الماء دافي، وكنخويه وكنخلط داكشي كامل مع بعضياته، وكندير ليه بابي فيلم وكنبيتو في الثلاجه ليله كامله. المهم هادشي اللي شفتو عاد دابا سيتي داكشي اللي فيلميت لكم البارح. دابا لقيتوني خرجت من الخدمه و جي ديريكتومون لكازا نقضي واحد الغرض رابيدمون، غادي نسالي و جو بونس غادي ندوز ناخد شي حاجات هكا نديهم معايا. جو بونس غادي نشري حتى شويه ديال لي صالي حيت محال واش غيبقى لي الوقت انني نصاوبهم، فريمون دركني الوقت. جايز تحصل مرجان، خديت غير كيلكو تخيك كانو خاصين لي مازال، أو دابا غادي نمشي للدار باش نوجد الفطور.
اونفان دخلت للدار، دونك غادي ندير واحد شويه الماراطون باش نقدر نسالي اطون قبل ما يجيو، احسن نكون كنستف في هادشي اللي جبت معايا وعاد ديك الساعه نبارطاجيه معكم. نبدا نطيب الدجاج باسكو خصني نطيبو دابا، كيف ما شفتوا معايا راني شرملتو البارح، دونك خصني ندوز نطيبو دابا. سينون غير خصني نرمي حتى لا سوب، وجبت معايا شويه ديال الكروفيت، بغيت ندير هكا كروفيت بيلبيل، دونك غادي ندوز نغسلو حتى هو. ندير ليه هذيك الشريميله ديالو. راني لبست هاد القشابه ديالي باسكو جاني الموت ديال الصهد. صافي هادشي اللي كاين، دونك خليكم معايا جايز. المهم قلت لكم غادي نبدا بالدجاج، ولكن فينالمون راه بديت بلا سوب، قلت من الاحسن نرميها ونخليها طيب على خاطرها حيت مازال غادي نطحنها. وهذا هاد لا سوب هادي درتها فيها لي ليغوم فيغ، فيها القرعه وفيها البروكولي الخيار حتى هو كيجي زوين في لا سوب، مليحه البزار، وزدت حتى شويه ديال البطاطا وشويه ديال الخيزو وشويه ديال الويل دوليف من الفوق. دونك غادي نسد عليها وغنخليها طيب على خاطرها، وغادي ندوز نطيب الدجاج. جايز المهم هنا جبت الطنجره اللي غنطيب فيها الدجاجات ديالي، دونك درت معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الويل دوليف، وغادي نرمي البصله غادي نخليها تشحر. المهم هنا درت القياس ديال واحد 4 ديال البصلات مشلضين، وفيت انا ما شلطتهمش ولكن درتهم في الثيرموميكس باش يتقطعوا، داكشي علاش غيبان لكم الشكل ديالهم بحال هكا. جايز شوفوا غادي تقبلوا على التصوير كيف ما جا في هاد لا فيديو، باسكو راني زربانه عندي ساعتين باش نوجد كلشي راكم عارفين. هنا راني رميت حتى جوج دريسات ديال الثومه مع لا سوب، كيجيو زوينين صراحه. وهنايا كيف ما قلت لكم راني خليت البصله ديالي كتشحر، زدت ليها 4 ديال الدريسات ديال الثومه محكوكين وشويه ديال الربيع. هذاك الماء اللي كتشوفوا راه غير الماء ديال البصله، دونك ماشي مشكل راه غادي يتشرب. غادي نسد على الطنجره وشي كامل يتشحر مزيان حتى يولي اللون ديال البصله ماهر، عاد ديك الساعه غادي نكمل الطياب. جايز هنا غادي ندوز نوجد لي كروفيت ديالي. هنا خدمت انا بلي كروفيت غريز، ولكن تقدروا تخدموا باي كروفيت بغيتو. الوغ درت العصير الحامض، كنزيد عليهم دريسات ديال الثومه محكوكين، انا جوبونس درت شي 3 دريسات وشويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال البابريكا فومي، درت حتى الثومه بودغ والملح والبزار بيان سور، وشويه ديال الويل دوليف، وغنخلط هادشي كامل مع بعضياته وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه. جايز هيا لا سوب هنا طابت، زدت عليها فريميجه وغادي نطحنها. المهم هيا البصله راها تشحرات مزيان حتى تعلكات، زدت عليها شويه ديال البزار شويه ديال السكنجبير واحد شويه ديال القرفه شويه ديال السمن وشويه ديال الملحه، نخلط هادشي مزيان وغادي نزيد الدجاجات ديالي وغادي نمرق ونسد عليهم باش يطيبوا. جايز هنا كيف ما شفتوا راني درت الكروفيت ديالي طيب في مقيله فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. غادي ندوز ديريكتومون نصاوب لي سالاد رابيدمون. هنايا السالاد الاولى غادي ندير فيها لي بوس دي بينار، بيان سور غسلتهم وسقطرتهم. هاد لي بوس دي بينار كيداروا في لي سالاد وكيجيو زوينين. غادي نزيد من الفوق الباربه مسلوقه، وغادي نقطع المونغ هكا طريفات من الفوق، وحتى الاخر عاد غادي نزيد دي مورسو د ميني موتزاريلا. هاد لاصالاد هادي كتجي واعره بزاف، وراه ديجا بارطاجيتها معكم في انستغرام في رمضان اللي فات، وبزاف ديال الناس جربوها وعجباتهم. الا كانت عندكم الفيتا من الاحسن ديروا معاها الفيتا كتجي حسن. انا الصراحه غير نسيت ما نجيبو خرج ليا من بالي. و لاصالاد الثانيه غادي ندير فيها الخس، غادي نقطعو طريفات بيان سور، وغادي ندير فيها الخيار اللي حتى هو غادي نقطعو طريفات، وغادي نزيد عليها لافوكا، غادي نزيد شويه ديال داك الفخوماج غنقطعو هكا طريفات حتى هو صغار، وغادي نزيد حتى هادوك لي كروتون اللي كيداروا فوق لي سالاد. بالنسبه للي صوص ديال هاد لي سالاد بجوج راه ما بارطاجيتهاش معكم، ولكن راني صايبتها راكم عارفين مع الزربه وداكشي ما بارطاجيتهاش معكم، ولكن راني درت فيها درتها عاديه، فيها الخل زيت العود شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وهداك الميلانج ديال لي سالاد اللي تيكون ديجا واجد. وصافي اون فوا غادي نسالي التوجات ديال لي سالاد ديالي، غادي نديرهم في الثلاجه باش غادي يبردوا. انا صراحه هاد لي سالاد درتهم باسكو كيجيو صحيين وزوينين وكيبقاو زعما شي حاجه اللي ضروريه خصها تكون في الطبيله ديال الفطور. بزاف ديال الناس عندهم لا سالاد ضروريه في الفطور ما يقدروش يستغناو عليها، وفي حقيقه راه هادشي اللي خصو يكون. زعما هكا تشرب لا سوب تاكل لا سالاد تاكل لي بروتيين، ما نبقاوش ديما مركزين غير على العجائن. المهم هنا ديريكتومون غادي ندوز نصايب اون بيتيت اسييت ديال لي فروي. انا درت الكيوي والفرامبواز والليمون، حتى لي فروي راه مزيان بزاف انكم تاكلوهم هكا طريين، ماشي ديما نبقاو نديرو غير العصير. مره ندير اون اسييت دو فروي ناكلها قبل ما ناكل زعما لو بلا برينسيبال، كتبقى شي حاجه اللي صحيه ومفيده. وصافي غادي نديرها في الثلاجه حتى نخليها تبرد.
اي سي بون، هنا الدجاجات راهم طابو، هذه غتبان لكم مخسره واحد شويه باسكو بغيت نهزها وحرقات ديك العيبه اللي كنت هزاها بها دخلت فيها. المهم علينا، دهنتهم شويه بالزبده وغادي ندخلهم يتحمروا في الفران. وبالنسبه لهاد البصيله اللي بقات هنا غنخليها تشحر مزيان حتى تولي مدغمره. جايز لقيتوني هنا، يلاه رميت لي فريت سورجولي نديرهم يطيبوا. هنا جايز كيف ما كتشوفوا دزت كنست في هذوك لي صالي اللي جبت معايا، طيبيطات معمرين بالكفته، لي كيش ديال صومون ايبينار، وهذوك لي نيم اللي فيهم الدجاج وقيلا الشامبينيون الا بقيت عاقله. هاد الطويصلات هادو درت فيهم واحد شويه ديال الفينوازغي، وهذا هنايا درت فيه شويه ديال المغرير. جايز نسي ما جات عندي وانا نزيدها تعاوني. لاست عطيتها لي كريب دهنهم ليا بالشوكولا باسكو صوبتهم البارح زوين كيبان، صوبتهم البارح و مابقاش ليا الوقت نبارطاجيهم معكم صراحه. انا كيعجبوني لي كريب وما كنحملش نصايبهم، وفيروز كديرهم زوينين. صافي جايز، هنا كان تقريبا كلشي موجود، دونك حطيت هذا الكيك هذا اللي حتى هو جبته معايا، الصراحه صدق زوين، فيه البيستاش من برا والفرامبواز من الداخل. صافي هنا غادي ندوز نحط الطبيله ديالي، نتوما راكم عارفين فاش كنكون غير انا وراجلي راه كنحطوا داكشي على قدنا، ولكن ضروري فاش كيكون جاي عندك شي حد راه ما كتجيش انك تحط داكشي لحد القد، حنا المغاربه هكذا دايرين الصراحه. وصافي هنا دزت كنخوي لاصوب في الزليفات اللي بغى يشربها. وصافي هنا كنوريكم الطبيله ديالي غابيدمون، مشيت جبت الدجاج ديالي من الفران وبريزونتيتو، حطيتو في الطبله الاخرى، صورتو لكم في الكوزينه، شوفوا قبلوا على لا بريزونطاسيون باسكو فريمون راه نزرب باش ندير هادشي كامل اطون. جايز انا رجعت لكم، ما تخيلوش العيال اللي فيا قداش، كنظن غيبان لكم من وجهي انني فريمون حيت داز النهار طويل بزاف صراحه. انا اللي كيهلكني اكثر هو قله الناس، الحمد لله على كل حال صراحة داز فطور زوين، دوزنا وقيتة زوينة بزاف مع العائلة، جات دجاج زوين عجبهم كاملين الحمد لله، دابا راه مشاو كاملين. أنا جمعت الكوزينة، بقيت حتى جمعت كل شيء، حاولت نحيد عليا زعما الروينة كاملة حيت عارفة راسي إلا خليت داكشي تالغدا الصباح غادي ندم صراحة، دونك قلت اللهم نحيد عليا كل شيء. جيسبيغ حتى نتوما يكون زعما عجبكم هادشي اللي بارطاجيت معكم اليوم. المهم أنا هادشي اللي درت اليوم راه داكشي اللي قديت عليه كيف ما قلت لكم. يلا لقيت ولي لبست بيجامتي، باقي ما درتش السكين كير ديالي، يلا غادي نديرها دابا وغادي ندوز نعس، خاصني صراحه نعس. سينو ما عرفتش شنو باغا نقول لكم، نسيت ما نقول لكم واحد الحاجه، علاش درجي استغفر الله العظيم. بغيت نشكر كاع الناس اللي في لا فيديو الاخرى خلو لي دي ميساج، اللي قالوا لي جويز انيفيرسير فرحتوني بزاف بزاف، شكرا والله يحفظكم ويعطيكم حتى نتوما كل ما تمنيتو في خاطركم يا ربي يا ربي في هذا الشهر هذا، والله يحفظ لكم الناس العزازين عليكم، والله يرزقكم، والله يعطيكم كيف ما قلت لكم كاع داكشي اللي كتمنوا في خاطركم. بغيت ربي ان شاء الله ما يسالي هذا الشهر حتى تحقق لكم داكشي اللي نتوما باغيينو. وحاولت فريمون نجاوب كاع الناس اللي صيفطوا ليا جويز انيفيرسير ولا اللي كتبوا ليا دي ميساج زوينين باش يتمنوا ليا زعما عيد ميلاد سعيد. اللي قدرت نجاوبو راه جاوبتو، واللي ما قدرتش نجاوبو راه غنجاوبو في هاد لا فيديو هادي، دونك شكرا بزاف بزاف من الاعماق ديال القلب ديالي. المهم جاني واحد السؤال دابا في بالي وقلت نجاوب عليه ما حد مفكره، بزاف ديال البنات كيسولوني منين كناخذ البيجامات ديالي. انا صراحه ما كناخذش البيجامات ديالي من بلاصه وحده، كل مره ومنين كناخذ مره نقدر نكوموندي من انترنت، مره نقدر ناخذ مثلا من ال سي واي كيكي، من كيابي، من جو سي با، من بزاف زعما من اي بلاصه نقدر ناخذ من اي بلاصه البيجامه ديالي، ما عنديش بلاصه وحده كنشري فيها. وصافي غير باش نجاوب على هذا السؤال هذا باسكو لاحظت انه جاني شحال من مره، دونك هادشي اللي كاين. غنحبس لكم هاد لا فيديو هنايا، غادي نمشي ندير سكين كير ديالي ونمشي ديريكتومون نعس. جيسبر تكون عجبتكم، الى عجبتكم لي زيتي با انكم تشجعوني بلي جيم ولي كومونتير ديالكم، وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس وفوالا، تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. باي باي.